الوحدة التاسعة، وصلنا للوحدة التاسعة اللي هي البولي نفسه، البي ان يو. البي ان يو المختصر مال الوحدة، وهي اسم الوحدة البولي نفسه. البولي نفسه مثل ما تعودنا انه هي النظرة عامة عن الوحدة وبصورة مبسطة. هنا أنا موقع الوحدة، موقع الوحدة هو هذا، موقع الوحدة هو هذا. يعني احنا عندنا هنا هذا قلنا هذا اللاين او هذا السطر هو الوحدات اللي موجودة عندنا المعقدة بالمصفى، اللي هن قلنا ثلاث وحدات، وهاي الثلاث وحدات هي تكون يعني اول مرة تجي للعراق، واللي مرتبة حسب التسلسل انه هي هاي الوحدة السابعة، هاي الوحدة الثامنة، وهاي الوحدة التاسعة. وتعرفون انه سميناهن هاي الوحدات، اللي هاي الوحدة مثلا السابعة اللي هي ال VGO HDT، وهذا ال FCC، وهذه ال BNU او البولي نفسه، وهنا راح تجي ال LBG. ال LBG هاي الوحدة. فهنا نجي على المخطط، المخطط مالتنا مالت الوحدة هو هذا، اللي هي وحدتنا هي هذه اللي هي البي ان يو، هاي الوحده انه قلناها بالتسلسل، يجي الفي جي او من الفي دي يو ويتحول الى الفي جي او اتش دي تي، اللي هي عرفنا المبدا مالتها. هاي الوحده هي التخلص من الكبريت والشوائب، وهاي الوحده هي تحول هذا، طبعا هذا الهيفي برودكت، هذا هيفي برودكت يتحول الى الاف سي سي حتى تكسره، حتى يتكسر ويتحول الى غازولين، ويروح الى الغازولين بول. والال بي جي مال هاي الوحده اللي هي الغازات الخفيفه تروح الى البي ان يو. البي ان يو يعني هذا الاف سي سي راح يكسر، راح نعيدها، راح يكسر البرودكت الثقيل ويحوله الى غازولين، وراح ينتج من عده ال بي جي او غازات، وهاي الغازات تروح الى وحده البي ان يو. البي ان يو شنو؟ البي ان يو هسه قبل ما نروح ما نطب للشرح اشرح لكم اياه. هنا البي ان يو هو شو يسوي؟ هذا مو ال بي جي غازات، هذا عكس هاي، هاي تكسر الوحدة الاف سي سي، تكسر المشتقات الثقيله اللي هي الكربون، بيها سلسله الكربون طويله، سلسله الكربون الطويله تكسرها. هذه الغازات، تدرون الغازات انه سلسله الكربون بها قصيره، وتكون على شكل غازات اللي هي C3 أو C4. هاي عكس الاف سي سي، الاف سي سي تكسر، لا هاي تجمع السلاسل القصيره وتحولها الى سلاسل طويله، تجمع السلاسل القصيره وتحولها الى سلاسل طويله. فمن تحولها الى سلاسل طويله، يعني مو سلاسل طويله مثل هذه، سلاسل طويله يعني متوسطه، حتى يتكون الغازولين، حتى يتكون الغازولين. فهذا الغرض من هاي الوحده. اذا الغرض راح نعيده، الغرض من هاي الوحده هو تجميع السلاسل القصيره اللي هي ال بي جي اللي هي سي 3 وسي 4، وتحولها الى سلاسل متوسطه لانتاج الغازولين. طبعا من هنا هاي الوحده ما راح تنتج بس الغازولين، راح يطلع وياها منتوجات اخرى. هسه راح نشوفها بالشرح شنو هاي المنتوجات. فهنا هسه الاوفر فيو، نظره عامه عن الوحده، اللي هي يونت كاباسيتي، اللي هي سعه الوحده هو 11500 برميل باليوم، واللايسنسر هو اكسنس. زين، ذا بولي نفسه يونت از Design to process. شوف to process C3, C4 olefin LBG from FCC اللي جاي من ال FCC product اللي هو اللي تحوله، حتى تحوله إلى high octane gasoline اللي هو جد الأوكتين مالتنا 96. إذا الأوكتين number اللي يطلع من هاي الوحدة، الوحدة التاسعة، هو 96. وبعدين هذا الغازولين اللي يطلع راح يروح الى الغازولين بول او البلندنج غازولين بول. زين، هاي الوحده بيها ثلاث سكشنات. هاي السكشنات كلها يصير بيها تفاعلات كيميائيه،
كلها يصير بيها تفاعلات كيميائية. شنو هاي السكشنات؟ السكشن الأول هو الكيفاينج سكشن، الكيفاينج سكشن، والثاني هو بوليمرايزيشن سكشن أو أولغرمايزيشن سكشن أو بوليمرايزيشن سكشن، والثالث هو بوليغازولين هيدروجينيشن سكشن، بوليغازولين هيدروجينيشن سكشن. هذا شنو؟ شنو هذا؟ شو يسوون؟ كل وحدة كل سكشن وعمله، بس قلت لكم إنه كل السكشنات يصير بيها تفاعل كيميائي، كل السكشنات يصير بيها تفاعل كيميائي. زين، الأول هو يتحول، يعني السكشن الأول اللي هو الكيفاينج سكشن يحول الداي أوليفين إلى أوليفين، يحول الداي أوليفين إلى أوليفين. شنو الداي أوليفين؟ الداي أوليفين هو سلاسل أو البوند الثلاثي، يعني الآصرة الثلاثية، الآصرة الثلاثية. شي يحولها؟ يحولها إلى آصرة ثنائية، يعني يحول من الآصرة الثلاثية إلى الآصرة الثنائية. ليش؟ لأنه ما يشتغل أو ما ينجمع، قلت لكم أنه يجمع الغازات ويحولها إلى سلسلة، ما ينجمع إذا ما يتحول إلى سلسلة أو آصرة ثنائية. زين، الثاني، السكشن الثاني اللي هو الأورغمايزيشن أو بوليمرايزيشن سكشن، هو يحول الأوليفين إلى بارافين، يعني يحول الأوليفين اللي هي سلاسل ثنائية إلى سلاسل أحادية، ويتكون بهذا، هذا أهم سكشن، هذا يتحول إلى بوليغازولين، بوليغازولين and mid distillate والBG، يعني راح يتكون منها بهذا السكشن LBG feed presence of catalyst، طبعا بوجود هذين كلهم، بوجود الكاتاليست، بوجود الكاتاليست يتحول الى بوليغازولين اميد ديستيليت. زين، بعد السكشن الثالث، يعني بهذا السكشن هو راح ينجمع، هذا السكشن اللي هو السكشن الثاني راح ينجمع اللي هو السي 3 والسي 4 راح ينجمع ويتحول الى سلاسل متوسطه. اوكي، زين، السكشن الثالث شو يسوي؟ السكشن الثالث خاف اكو بعد اوليفينات، خاف اكو بعد اوليفينات بالمنتج، يهدرجها او يعطيها هيدروجين حتى يتحول الى بارافينات او مركبات مشبعه، يتحولها الى مركبات مشبعه، فحتى يصير المنتج صافي خالي من الاوليفين، لان الاوليفين مو زين، خالي من الاوليفينات، مركبات مشبعة ذات أوكتين نمبر عالي. إذن هذا السكشن هو السكشن الأخير، ينتج الغازولين ويتحول إلى غازولين بول. شوف هنا hydrogenation reaction of olefin in polygons to meet specification refinery غازولين بول. زين، هسه راح نجي التفاعلات شنو هذني. قلنا هنا ذن السكشنات الثلاثة اللي هي الكيفاينج سكشن الأول، هو قلنا يحول الداي أوليفين إلى أوليفين، اللي هي الداي أوليفين قلنا آصرة ثلاثية، آصرة ثلاثية يحولها إلى آصرة ثنائية، يحولها إلى آصرة ثنائية. زين، والسكشن الثاني اللي هي البوليورمانزيشن أو أورغمانزيشن سكشن، قلنا هو يجمع الأوليفينات مع الـ C3 والـ C4 from من هذا السكشن أو من الوحدة هذه، الوحدة الثامنة، ويحولها إلى غازولين and mid distillate. شوف هسه هذا C3 أوليفين زائد C3 يتحول إلى C6، جمعهن، و C3 زائد C6 يحوله إلى C9، جمعهن، والميد ديستيليت ربما يتحول من C6 الى C22. الميد ديستيليت اللي هو ديزل هنا عندنا، اذا اذا صار C22 معناها ديزل، بينما هذا هو غازولين، هذا هو غازولين. اوكي، فهذا السكشن الاول وهذا السكشن الثاني، وقلنا السكشن الثالث هو هذا، هو يحول شكو اذا اكو بعد اوليفينات متبقية يعطيها هيدروجين، بس هنا ما يجمع، راح يشبع،
يعطيها هيدروجين حتى تتشبع وتحول الى بارافين او عاصره حاديه هنا. زين الاروماتيك، اروماتيك زائد هيدروجين يتحول الى سايكلو بارافين، سايكلو بارافين. زين هاي ايضا بعض التفاعلات الكيميائيه الموجوده هنا. عندك هنا شوف هنا هذه C3 زائدا C ويا مركب واحد، هذا C راح يتحول الى اربع مركبات، وهاي الاربع مركبات ربما تتحول بعدين الى سبع مركبات. هنا ايضا نفس الشيء C3 هنا وهنا C4 راح يتحول الى C7. زين هذه المنتوجات من هاي الوحده، المنتوجات من هاي الوحده هذه كم منتج؟ خمس منتوجات، خمس منتوجات اللي هو ال بي جي يروح الى ال بي جي يونت 11، وغازولين اللي هو هذا المين برودكت اللي هو المنتج اللي نريد نحصله هنا، المنتج اللي نريد نحصله يروح الى الستورج اللي هو الغازولين بول، والميد ديستليت اللي هو الديزل يروح الى وحده الديزل اللي هي وحده سادسه. زين وفيول غاز يروح الى الوحده 44، وهنا اوف غاز يروح الى الان اتش تي، ليش؟ حتى يستخدم للبرنرات، يستخدم كوقود للبرنرات مالت الوحده الثانيه، مالت الوحده الثانيه. بينما هنا الفيول غاز يروح الى الوحده 44 اللي هي قلناها شنو؟ اللي هي قلنا هذه ريفاينري فيول اويل، شوف ريفاينري فيول اويل، ريفاينري فيول اويل يونت. فهاي الوحده ال 44 اللي هي ينجمع بها كل الفيول. زين هاي ايضا هي شوف هنا هسه مقارنه بين الفيد، بين الفيد والبرودكت، بين الفيد والبرودكت. هنا ليش سويت انا مقارنه؟ حتى تشوف شلون صار المولكولر ويت، المولكولر ويت مثلا هنا 51، من انجمع جماعه الكيمياء ويعرفوا هذه انه صار 115، لانه هسه المولكولر ويت هنا ازداد، لانه المركب الكيميائي ثقل، من ثقل راح يزداد المولكولر ويت. السبيسيفيك جرافيتي، السبيسيفيك جرافيتي شوف زاد من صار 0.5 الى 0.7. زين الكومبوننت هنا عندنا الكومبوننت، الكومبوننت اللي هي هاي قلنا غازات بروبين وبيوتين وايزوبيوتين، هنا هاي اوليفينات طبعا. شوف هنا شلون قلت، 24 صارت 6، 12 صارت 4، 9 صارت 0.2، فاذا قلت هنا الاوليفينات. زين هذا المخطط مالتنا، المخطط مالتنا هنا انا مقسمهن او سويتهن بالالوان حسب السكشن، حسب السكشن. يعني هسه السكشن اللي باللون الاحمر هو الكيفاينج سكشن هنا، واللون الازرق قلنا هنا ثلاث سكشنات، واللون الازرق اللي هو اولجرمايزيشن او بولمرايزيشن سكشن، واللون الاخضر اللي هو الهيدروجينيشن، الهيدروجينيشن هذا هيدروجينيشن. فهنا أنا حسب الالوان قسمتها بيها. هذه رياكترات هواي، كلش هواي رياكترات، ليش؟ لانه قلنا هي بيها ثلاث سكشنات، وهاي السكشنات كلها تفاعلات كيميائيه، والتفاعلات الكيميائيه لازم يحتاج لها الى رياكتر. فاذا هذه مليانه تفاعلات كيميائيه، فالرياكترات هنا راح تلقاها هواي. زين اول ما يجي الفيد اول ما يجي الفيد من الوحده الثامنه اللي هو قلنا ال بي جي، راح يروح الى ينغسل بالكوستيك وينغسل بالووتر. اول ما هاي ينغسل بالكوستيك بالدرام 101، وبعدين ينغسل بالووتر اللي هو بالتور رقم 101. هذا ليش ينغسل؟ حتى انه
شكو هنانا من الكوستيك عمله يمتص ال H2S وبقية إذا أكو شوائب يمتصها بعدين ينغسل، حتى خاف أكو مثلا أسيتون أو كوستيك متبقي يغسله بالماء زين. بعدين يروح إلى الرياكشن، هنا قلنا الألكفاينج. الألكفاينج شو يسوي؟ قلنا يحول شكو داي أوليفين إلى أوليفين، هنا يحول داي أوليفين إلى أوليفين هنا طبعا بوجود الهيدروجين، بوجود الهيدروجين راح يحول الداي أوليفين إلى أوليفين، وهنا راح دراينج راح يصير. دراينج يعني انه خاف بيها مثلا كوستيك او بيها ماي متبقي بالمنتج يسوي له دراينج اللي هو هذا جراد باد. جراد باد اوكي، هسه هذا خلصنا من السكشن الاول. بعدين من هذا المنتج هسه بعد ما متحول الى غازولين، بعد ما متحول غازولين حولنا هنا أنا قلنا حولناه من الداي اوليفين الى اوليفين زين. هنا أنا بالسكشن هذا اللي هو الاورجمايزيشن او بولي مولاريزيشن هنا راح يحول، راح يحول ال قلنا الاوليفينات الى اروماتيك، او قصدي انه راح يمزج بين الاوليفينات ويحولها من اواصر او من سلاسل قصيره الى سلاسل متوسطه لانتاج الغازولين، لانتاج الغازولين. شوف هسه هنا بها كم رياكتر؟ ثلاث رياكترات، وهنا تورين. فمن راح هاي الرياكترات اللي هي قلنا راح يحول بها هذه السلاسل او يمزج او يدمج السلاسل القصيره ويحولها الى سلاسل مو متوسطه، راح شو ينتج من عندنا؟ راح ينتج البيجي، يروح للوحده 11 اللي هي وحده الالبيجي، وينتج عندنا فيول غاز، وقلنا يوديها للريفاينر فيول وحده 44، وهذه الغازات هاي غازات، وبعدين يوديها للتور الثاني اللي هي سبليتر، يفصل مره ثانيه الاوف غاز ويوديه الى الوحده الثانيه كوقود لتشغيل البرنرات، وكذلك ينتج الميدستليت اللي هو الديزل، يوديه الى وحده دي اتش تي اللي هي قلنا الوحده السادسه، وراح يودي الباقي اللي هي البولي غازولين، بس هذا مو غازولين نهائي، بولي غازولين اللي هي بي اوليفينات، راح يعطيه هيدروجين حتى بالسكشن الثالث يحول شكو اوليفين متبقي يحوله الى اروماتيك، يحوله الى قصدي برافين، او يحوله الى برافينات، يحوله الى اواصر مشبعه، اواصر مشبعه يحوله، يعني من اواصر غير مشبعه يحوله يعطيه هيدروجين حتى يحوله الى اواصر او مركبات مشبعه. شوف هيدروجينيشن رياكتر اللي هو 301، وبعدين من 301 اللي هنا صار التشبع او صار التفاعل الكيميائي ويحوله الى تور، وهذا التور قلنا احنا ورا كل رياكتر اكو تور، ورا كل رياكتر اكو تور زين. هذا الرياكتر هذا التور شو يسوي؟ راح يفصل، راح ينتج لنا الغازولين النهائي، الغازولين النهائي ويوديه الى الاستورج. طبعا هنا أنا راح يفصل اكو بعد يعني مو بس غازولين، اكو راح يطلع لنا اوف غاز او فيول غاز، ويطي الى الوحده 44 هنا راح يجي من هنا ويودي ويا هذا زين. هسه راح نشرح هذا المخطط نفسه، راح نشرحه على شكل كتابه، هسه احنا شرحناه شفهي، راح نشرحه بشكل كتابه حتى يصير اوضح. قلنا هسه اول شيء السكشن الاول اللي هو الكيفاينج سكشن، اول شيء قلنا راح نغسل الLBG اللي جاي من الوحدة الثامنة treated with hot caustic، وهذا الكوستيك تركيزه 10% بدرجة حرارة 80 درجة مئوية to remove H2S، وين راح هذا يصير؟ بالwash drum اللي هو
هاي العملية راح تصير بهذا الدرام اللي هو رقم 101. وبعدين السويت غاز اللي هو خالي من الـ H2S، قلنا غاز حلو، راح يتبرد وينغسل بالماء، ينغسل بالماء بالتور رقم 101 to remove acetone component أو والكوستيك. زين هسه احنا خلصنا، صار سويت، يعني الـ LPG صار سويت. زين الـ LPG قلنا هسه راح يروح إلى الرياكتر رقم واحد. هذا الرياكتر رقم واحد mixing with، راح ينمزج ويا الهيدروجين بنقاوة 99. وهذا الهيدروجين منين جاي؟ جاي من الوحدة الفيجيو، الوحدة السابعة، لأنه كابسة بالوحدة السابعة راح تطي لهذه الوحدة، الوحدة التاسعة to convert، شوف to convert diolefin to olefin. زين هذا وين صارت التفاعل؟ صار التفاعل بالرياكتر رقم 101. زين الرياكتر افلنت اللي هو الخارج من الرياكتر راح يروح الى اجراد بيد مره ثانيه لتو دراينج سويت تريتنج ال بي جي. قلنا راح حتى هنا هسه ايش راح يصير؟ راح يروح الى هذا قلنا الدراينج حتى يجففه، شكو بي مثلا كوستيك او يصير بي ماي او كذا، راح يتجفف بهذا. وبعدين انه المنتج النهائي راح يودي الى السكشن الثاني اللي هو اوليغمازيشن او بوليمرايزيشن سكشن، اللي هو هذا السكشن الثاني. اوكي زين هنا عندنا السكشن الثاني، هسه راح نشرح السكشن الثاني. السكشن الثاني السويت غاز اللي جاي من السكشن الاول راح يروح الى الفيد ستورج درام. هذا بهذا الدرام LPG سب كولد اند توتالي ليكويد، بهذا الدرام راح نبرده ونسويه ليكويد كله، يعني هذا الغاز كله راح يصير ليكويد. زين راح هسه هذا راح نوديه للرياكترات. الرياكترات هذني الاول والثاني والثالث، هذن الرياكترات راح نحول بيهن C3 والC4 برودكت الى البوليغازولين. هذن الرياكترات راح نحول C3 والC4 الى بوليغازولين. زين رياكشن برودكت يعني الـ R cooled الى 78%. طبعا هنا في ظروف درجة حرارة ضغط 60 ودرجة حرارة 176 بالرياكتر، ظروفه 60 بار ودرجة حرارة 176. هنا أنا هسه راح يتبرد اللي طالع من الرياكتر، راح يتبرد ويروح إلى التور هذا اللي هي رقم 101. من التوب مال هذا التور، من التوب راح ينتج لنا LPG، يعني غازات. هاي الغازات اللي LPG راح تروح إلى الوحدة 11 اللي هي وحدة LPG دي، الوحدة LPG والبوتوم، هذا قلنا من التوب، ومن البوتوم راح يطلع لنا برودكت يودي إلى البرج 202 اللي هو سبليتر 202. بهذا السبليتر ايش راح يصير؟ البوتوم برودكت اللي هو ديزل البوتوم سكولد راح يتبرد الى 40 ويروح الى الوحده السادسه اللي هي الدي اتش تي. زين وبعد ومن التوب مال هذا التور، من التوب مال هذا التور راح يطلع البولي غازولين ويروح الى السكشن الثالث اللي هو الهيدروجينيشن سكشن، السكشن الثالث اللي هو الهيدروجينيشن سكشن. إذن هسه احنا بعدنا ما حصلنا على الغازولين النهائي، ليش؟ لانه شوف هسه ايش يسميه بولي غازولين. يعني شنو؟ يعني غازولين ببعض الاوليفينات، يعني
بمركبات ما مرغوبة، فراح يوديها للسكشن هذا حتى يهدرجها ويحولها إلى مركبات مشبعة. هسه السكشن الثالث اللي هو الهيدروجينيشن سكشن، البوليغانزولين اللي جاي من السكشن الثاني اللي هو الأورغمانزيشن سكشن راح ينمزج ويا الهيدروجين. ليش؟ لأنه حتى يشبعه with purity. طبعا هذا الهيدروجين النقاوة مالته 99.9 ويروح إلى الرياكتر اللي هو هيدروجينيشن رياكتر اسمه رقم 301. هذا الرياكتر، بهذا الرياكتر ايش راح يصير؟ بهذا الرياكتر افلنت فروم هيدروجين، قلنا هذا راح يتشبع هنا، والخارج من هذا الرياكتر فلو تو سيبريتر درام، راح يروح الى الدرام رقم 301 وير فيبر من هذا الدرام من التوب اللي هو راح يطلع لنا فيول غاز سيستم، وراح يروح الى وحده 44 اللي هي قلنا فيول ريفاينري افتر كولينج، والبوتوم من الدرام هذا وراح يروح الى استبلايزر اللي هو رقمه 301. استبلايزر تور رقمه 301. زين راح، شو راح يطلع؟ راح يطلع من التوب راح يطلع فيول غاز اوف سبليتر هذا اللي هو قلنا 301 وسين تو ذا فيول غاز 44. اذا من هذا الدرام راح فيول غاز راح للوحده 44، ومن هذا التور ايضا طلع فيول غاز وراح للوحدة 44. زين، والبوتوم، البوتوم هو راح يصير غازولين صافي، غازولين ومن ضمن السبيسيفيكيشن مالتنا، من ضمن المواصفات اللي نريدها اللي هي بوقتين نمبر حوالي 96 راح يروح إلى الستورج للستورج after cooling. أوكي after cooling، فهذا راح يصير هنا الخل. إذن حصلنا بالنهاية على الغازولين اللي نريده إحنا، هنا الغازولين اللي نريده. زين، هنا أهم المعدات، يعني بهاي الوحدة سويتن على شكل تيبل حتى يعني ما نسوي، حتى نختصر الوقت. فعندنا هنا شوف كم رياكتر، هسه هذا الرياكتر الاول الدايم، طبعا هنا التاج نمبر عندنا، هنا الاكوبمنت، شوف هسه انا سويت اكوبمنت تاج نمبر دايمنشن يعني الابعاد مالته اللي هو القطر والارتفاع، القطر والارتفاع، وهنا الكاتاليست تايب اند ترايز، يعني إذا كاتاليست هو للرياكتر وإذا تري هو للتور، هاي معروفة. كاتاليست هو للرياكتر والتري اللي هي الصواني وين يروح؟ يروح إلى الرياكتر. إذن راح نجي نحكي على الجدول. هسه هذا الجدول عنوانه أوكي اللي هي ميجر اكوبمنت. ميجر اكوبمنت يعني إنه قلنا المعدات الرئيسية بالوحدة، وأنا جمعت إنه بس الرياكترات والتورات بهاي الوحده. فاذا كم رياكتر راح يصير عندنا هنا؟ 1 2 3 4 5، خمس رياكترات. طبعا هاي الرياكترات بها اي وبي. زين، وكم تور؟ 1 2 3 4، 4 تورات حوالي. فهنا الكيفاينك رياكتر وابعاده اللي هو 14، يعني هذا القطر 14 والارتفاع مالته 96. هنا الكاتاليست نوعيته LD، هنا رموز طبعا اللي هي جاي من شركة أكسنس، قلنا هو اللايسنسر أكسنس، فLD 265، هذا ال 265 معناها انه رمز الكاتاليست، رمز الكاتاليست. زين، وهنا الفيرست بوليمرايزيشن رياكشن رياكتر اللي هو هذا وابعاده
هذه 31 86 و86 ونص تقريبا. فهنا اكسنس والاي بي اي هذه، فهكذا هاي الرياكترات. والتورات، التورات هنا عندك مثلا التور الووش ووتر كولوم اللي هو واحد، اللي هنا هسه مثلا هنا مترين القطر مالته مترين واثنين وارتفاع 30 متر، ارتفاع 30 متر. الصواني نوعيتها سيفتراي 40 صينية، 40 صينية من نوع سيفتراي. والتور هذا دوبتنايزر اللي هو رقمه 201، القطر مالته 2.8 متر، مترين وثمانية بالعشرة، وارتفاع 18.6 بالعشرة، ويحتوي على 17 صينية من نوع فالفتراي. زين، سبلتر، السبلتر اللي هو هذا رقمه تاج نمبر مالته، ارتفاع القطر مالته 1.8 متر، 1.8 متر وارتفاعه 25 متر 0.6. بي صواني عدد 33 صينية من نوع فالفتراي، من نوع فالفتراي. وهنا البولي غازولين سبلتر اللي هو النهائي اللي يطلع لنا الغازولين، اللي يطلع لنا الغازولين النهائي، المنتج النهائي اللي هو رقم 300 او التاج نمبر مالته 301. القطر مالته 1.2 وارتفاعه 24 متر 0.1 ب 25 صينيه من نوع فالفتراي. هاي الوحدة هي قلنا الوحدة هي أول مرة تدخل للعراق، وهي هاي الوحدة بها تفاعلات كيميائية هواي، تفاعلات كيميائية هواي. و يعني بعد ما أدري أنه يعني أنصح أنه جماعة المختصاص لا يشتغلون بهاي الوحدة، لأنه هاي الوحدة بها تفاعلات كيميائية شوية يعني مزعجة. فاللي عنده سؤال هسه خليه يتفضل يسأل. نعم كرار عباس. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. دكتور بلا زحمة، بس المخطط هذاك. أي. هذا. نعم دكتور، هذا بالنسبة للوحدة الالكفيشن، الالكفاينج، الالكفاينج اي تنتج هيدروجين؟ لا 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 لا، احنا ما قلنا ما تنتج هيدروجين، احنا نعطيها هيدروجين، احنا نعطيها، احنا نعطيها هيدروجين. اوكي اوكي، انا يعني سؤالي جوه هنا يمن السبلتر اللي التور رقم 202 الخارج من عنده نضيف له هيدروجين قايل له من الالكفاينج. ها شوف هنا H2S from alkafying. اي صح H2S from alkafying. اي لا لا انا دا افتهمك. اوكي خذ سؤال هنا أنا شوف هسه هاي الكابسه، الكابسه ميك اب كومبريسر من هاي الكابسه اللي هي رقمها 7. اوكي اوكي رقمها 2 من وين هذه؟ شوف 07 كي يونت، يونت 7. هاي يعني جاي من الوحده 7، هاي جاي من الوحدة 7. هي توزع، توزع لهنا وتطل هنا. ها يعني معناها هذا جو مو من الالكوفاينج جاي، معناها جاي من الالكوفاينج لانه هي الكابسة، هي الكابسة طبعا هناك، بس يجي البايب اول ما يجي للوحدة السابعة اللي قصد للسكشن هذا الالكوفاينج، ومن عدة هذا السكشن راح يجي برانش يجي لهنا. مو انا اللي قريت الكوفاينج ابالي ينتج يعني. صح 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 اي صح. اوكي شكرا. أوكي. شكرا دكتور. اهلا. عبد الرضا. عبد الرضا تفضل. السلام عليكم دكتور. السلام. السلام عليكم. الله يخليك دكتور. بالنسبه لاليه مزج السلاسل بالمفاعل شلون تصير؟ اليه شنو؟ امتزاج السلاسل، المزج مال السلاسل بالمفاعل شلون تصير الآلية؟ اها
يعني قصدك بهذا السكشن اللي هو قلنا هذا السكشن صحيح راح 201 و202 و203 اي ذن بهذا الرياكترات الثلاثه راح يصير الرياكشن راح يصير انه يجمع السلاسل القصيره ويحولها الى سلاسل متوسطه يمزجها صحيح يمزجها او يسوي لها كومباوند وياهن فيحولها الى سلاسل متوسطه يعني استاذ الدكتور يعني ضغط وحراره لو شنو لو عم لو كاتاليست لو شنو لا هو كاتاليست هو اكيد كاتاليست كاتاليست بس انت يعني كيمياوي حتى اذا اشرح لك تقدر يعني تستوعب الفكره اي صحيح دكتور انا كيمياوي انت كيمياوي الاليه اريد